وعليكم الرحم. السلام. وعليكم السلام دكتورة. يا اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا. تفضلي تفضلي. زي دكتورة احنا قاعدين عم نحكي عن سرطان عنق الرحم وقد ايه مهم الكشف المبكر للصبايا وما نترك الصبايا لعمر الزواج مثلا لحتى تقرر تكشف عن حالها. وصباح الخير طبعا نورتينا. شو رايكم؟ صباح الخير عليكم. كل سنه وانتم طيبين طبعا بمناسبه الايام الجميله اللي احنا فيها. موضوع مهم جدا طبعا النهارده التوعية عن الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم. مبدئيا عايزين نعرف عنق الرحم هو الجزء السفلي من الرحم طبعا المرتبط بالمهبل. سرطان عنق الرحم نفسه بدا ينتشر بشكل طبعا يعني او بنقول ان هو تاني اخطر سرطانات انتشارا في لدى النساء عند النساء. بعد سرطان الثدي. بعد سرطان الثدي بالظبط. لو عرفنا بشكل مبسط ايه هو سرطان عنق الرحم، هو عباره عن حدوث تغير في الخليه السطحيه لعنق الرحم بتبتدي تتحول نتيجه التهاب بفيروس يسمى فيروس الورم الحليمي البشري او الهيومن بابيلوما فيروس. الاصابه بالفيروس دوت بتبتدي تعمل تغير في خلايا عنق الرحم وتتحول بشكل تدريجي لخلايا نشطه ثم الى خلايا سرطانيه. مش عارفه، بحس ان الموضوع بيكون صعب على الست قوي يعني بالاصابه بمرض زي كده، او حتى ان هي في ناس بتخاف يا دكتور تروح تعمل كشف مبكر ليطلع عندها المرض، تخاف يعني بتقول مش مهم انا مش عايزه اعرف في مقابل ان انا ما احسش الاحساس ده. بس خلينا نتكلم عن الاعراض بتاعه المرض ده، يعني لاي ست بتتفرج علينا دلوقتي اول ما تحس بايه لازم تجري على الدكتور. بصي، سرطان عنق الرحم من السرطانات اللي ممكن ما يبقاش ليها اعراض، ولكن في المراحل المتقدمه ممكن السيده تيجي تشتكي مثلا من نزيف بعد الجماع، ممكن تشتكي من نزيف عشوائي اثناء الشهر ما يكونش ليه علاقه بدم الحيض، ممكن تشتكي من التهابات مهبليه متكرره بتكون ليها رائحه كريهه، بتكون مدبوعه بافرازات دمويه افرازات بنيه. دي معظم الاعراض اللي الست بتشتكي منها. طبعا هنا الفحص زي ما حضرتك قلتي طبعا مهم جدا لكل الفتيات، وبنبتدي الفحص من عمر مبكر يعني من سن 25 سنة على طول بعد الزواج، يعني لان هو المرض دوت بينتشر في السن الصغير العشرينات الثلاثينات الاربعينات، وبنعمل الفحص ليه بشكل روتيني كل 3 سنوات علشان نكتشف اي تغير في الخلايا قبل ما تتحول الى خلايا سرطانية. صعب. جميل جدا الكلام اللي قلتيه، وقد ايه مهم انه الواحد فعلا يروح يكشف من دون ما يستنى الاعراض اللي صحيح. حكت عليها منا. بس هل بيتم استئصال الرحم في حال كان في سرطان عنق الرحم، ولا بيتم معالجته كيماويا او بطرق اخرى؟ طيب خلينا قبل ما نوصل لفكره الاستئصال، لان ديت اخر مرحله تماما يعني. هو الاول علشان نعمل فحص او ازاي ايه هو طريقه الفحص لسرطان عنق الرحم، بيكون الفحص عن طريق اخذ عينه من عنق الرحم اللي بنسميها مسحه من عنق الرحم او المعروفه باسم بيبي سمير. العينه دي بيتم فحصها، وعلى حسب نتيجه التحليل بيتم الخطوات اللي بعد كده، بنقرر بعد كده الخطوات هتبقى ازاي. يعني ان شاء الله في معظم الحالات بتبقى الخلايا لو طلعت طبيعيه بيتم بعد كده الفحص الروتيني بشكل دوري كل 3 سنوات. بمجرد ان السيده فحصت مره دوت ما يغنيش ان هي خلاص انا فحصت خلايا عنق الرحم او عملت المسحه المهبليه مره فخلاص انا مش هعملها تاني، هتكفيني طول العمر. ده طبعا اعتقاد خاطئ عند بعض السيدات، فلازم تعملها بشكل روتيني كل 3 سنوات نتاكد ان الخلايا طبيعيه. تمام. طيب بدا ان احنا وجدنا ان في خلايا ظهرت غير طبيعيه، بنقسمها لدرجات، يعني خلايا غير طبيعيه درجه اولى ثانيه ثالثه. الدرجه الاولى اللي هي الدرجه البسيطه ديت في 85% من السيدات ممكن جسمها يقدر يتغلب عليها. لو الدرجه الثانيه او الثالثه بنبتدي نعمل لها تحليل اللي هو تحليل فيروس الورم الحليمي، وكمان بنعمل لها اجراء اخر بيسمى المنظار عنق الرحم او الكولوبوسكوب. نعم. اجراء بسيط جدا وبيتم من خلاله تشخيص الخلايا السرطانيه، وبيتم ازاله اي خلايا غير طبيعيه بشكل نهائي من السيد. ذكرتي الورم الحليمي، ايه الفرق ما بين الورم الحليمي والورم العادي؟
تمام. هو اسم الفيروس، هو الفيروس اسمه هيومن بابيلوما فيروس، ترجمته بالعربي اسمه الفيروس الورم الحليمي البشري. فيروس الورم الحليمي هو ليه علاقة كبيرة جدا بسرطان عنق الرحم. 90% من حالات سرطان عنق الرحم بتبقى نتيجة التهاب هذا الفيروس. تمام. يعني الفيروس الورم الحليمي بينتقل اساسا عن طريق الاتصال الجنسي. كتير من السيدات ممكن تصاب بهذا الفيروس وما تعرفش، لان الجسم ملوش اعراض، احيانا ما يكونش ليه اعراض. لو مناعه السيده كويسه ممكن تتغلب على هذا الفيروس ويختفي تماما من الجسم من غير ما يظهر عليها اي اعراض. واحيانا بتيجي بتشتكي من اعراض زي مثلا ظهور ما يسمى بالسليل على الاعضاء التناسليه، بيتم التعامل معها عن طريق الكي او عن طريق بعض العقاقير الطبيه. ده من اعراض اعراض التهاب بهذا الفيروس. السيده بتيجي بتشتكي منها، وزي ما قلت هو بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وفي منه انواع كثيره جدا. بس بيخف منه بعد الكي؟ يعني في معظم الحالات ان لو مناعه السيده كويسه ممكن ان هي جسمها يتغلب عليه، بس لازم برضو هنعمل فحص روتيني ونعمل فحص في نفس مسحة عنق الرحم. بنقدر ان احنا نعمل فحص للهيومن بابيلوما فيروس، هل لازال موجود في الجسم او الجسم قدر ان هو يتغلب عليه. صحيح، عشان ما يتفاقم الموضوع بعد فترة معينة من الزمن مع السيدة. تمام. دكتورة هبة، يمكن تكثر الاسئلة، هل في علاقة وراثية؟ هل في حالات خطرة مثلا انت شفتيها مثلا انه ما يعني ما في علاج؟ خلينا اول شيء على اول بارت، على اول بارت الوراثة. هل هالمرض هو بينتقل وراثيا ولا بتلاقي؟ لا، هو يعني سرطان عنق الرحم يعني الدراسات ما اثبتتش ان هو ليه علاقه بالوراثه. احيانا بيحصل طبعا في تغير في بعض الجينات، ولكن ما اقدرش اقول ان علشان الوالده او احد الاقارب جاله سرطان عنق الرحم بينتقل للاجيال الثانيه. زي ما قلت هو السبب الاساسي ليه هو فيروس الورم الحليمي او الفيروس الهيومن بابيلوما فيروس المسؤول عن 90%. في عوامل تانية وفي اسباب تانية ممكن تزود نسبه حدوث سرطان عنق الرحم، زي مثلا التدخين، زي تعدد العلاقات الجنسيه، زي ايضا الامراض المزمنه اللي بتؤدي الى نقص المناعه، وبالتالي لما بتنقص المناعه بتؤدي الى سهوله الاصابه بهذا الفيروس، وبالتالي بيصيب خلايا عنق الرحم وبتبتدي تتحول الخلايا الى سرطان. طب دكتورة، الحالات الحرجة، انا دمجت سؤالين بسؤال. اتفضل. معلش، كنت تكلمتك عن الوراثة وعن الحالات الحرجة. أيوة. الحالات الحرجة مثلا اللي ما بتتقبل العلاج السريع، خلينا نحكي. طيب تمام. يعني بص، انا يعني عايزه اوضح ان علشان ما السيدات ما تقلقش، ان سرطان عنق الرحم يعني هو فيه جزء جميل جدا او جزء حلو جدا، ان التغير اللي بيحدث في الخلايا اللي احنا قلنا عليه دوت ممكن ياخد سنوات طويله جدا، ممكن توصل ل 10 سنوات او الى 20 سنه. وده الجميل في الموضوع، ان هنا علشان كده احنا النهارده حلقتنا عن التوعيه او عن الوقايه وازاي الفحص المبكر، وليه انا بعمل فحص كل 3 سنوات. في الفحص الخلايا اللي بكتشفها هي مش خلايا سرطانيه، هي خلايا قابله ان هي تتحول الى سرطان، فبقدر اتعامل معاها بشكل مبكر واقدر ان انا اتغلب عليها، وبتبقى نسبه الشفاء من المرض تماما بتوصل لاكثر من 95%. ولكن المراحل اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي مراحل متقدمه ديت، للاسف يعني المفترض ان احنا ما نشوفهاش دلوقتي، لان اصبح برنامج الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم اصبح روتين في بعض الدول، يعني لازم بيجبروا جميع السيدات حتى العاملات ان هم لازم يعملوا هذا الفصل. فبعض الدول طبعا اللي هي الفقيره بنلاقي فيها فعلا نسبه وفيات للاسف يعني وصلت لحد 300,000 حاله في السنه بسبب هذا السرطان، ان السيده ما عملتش مسحه بسيطه جدا في العياده غير مكلفه عشان تكتشف هذه الخلايا في وقت مبكر عشان نقدر ان احنا نتعامل معها. لو لا قدر الله طبعا وصلت لمراحل المتاخره، بيكون العلاج هنا يعني لو بدا ان هو المرض ينتشر في الاعضاء المجاوره الاعضاء التناسليه، بيكون العلاج عن طريق في الكيماوي او الاشعاع. دي بتبقى دغري كيماوي. دغري
نعم. ما في غير يعني دغري بنحط كيماوي واشعاعات بتبقى طبعا في ليها درجات وبيبقى ليها مراحل بتتقسم وعلى حسب الدرجه بتاعت السيده بتبقى طرق العلاج بس عارفه هبه وانتوا كمان ممكن تتفقوا معايا في الراي انه في احيان كتير ستات ما بتاخدش بالها من ان كثره الانجاب ان هي كل سنه ورا سنه هي حامل وبتولد سنه ورا سنه هي حامل وبتولد وفي مثلا كره بسيطه في بعض البلدان يجيبوا الدايه للبيت تولد ما تروحش للطبيب ده كله كمان ممكن يعرض عنق الرحم للإصابة بالسرطان يعني هي الفكرة لا ليه ضحكتي يعني الأول قولي لنا ليه ضحكتي لا لا أبدا لأني فعلا أنا بتجيلي سيدات يعني فعلا ما عندهاش خلفية خالص عن الموضوع يعني بتتفاجئ لما أقول لها أنت عملتي عندها مثلا 40 سنة عندها 50 سنة وأسألها عملتي مسحة من عنق الرحم قبل كده وتفاجئ تستغرب تستغرب فعلا ما تعرفش حاجة نهائي عن الموضوع أو واحدة تقول لي أنا عملتها بس مش فاكرة من كم سنة مثلا من 10 سنين وخلاص وطلعت كويسة ما تعرفش إن هي لازم تعملها بشكل دوري فطبعا يعني الموضوع فعلا بزعل جدا جدا فعلا لما ان انا اقابل حاله والاقي عندها يعني انا فعلا لسه يعني بيقابلني حالات قريب يعني حاله الاقي ان هي ما كانتش تعرف وان انا اقترحت عليها ان انا اعمل لها مسحه من عنق الرحم وبعد ما اعمل مسحه اكتشف مثلا ان في وجود تغير في الخلايا بشكل كبير ويعني المريضه فعلا بتتصدم وبتجيلها صدمه طب دكتوري هبه هلا انت حكيتي انه هو بينشط بعمر العشرينات والثلاثين والاربعين امتى نعرف انه صار الوقت المناسب لهذا الفحص خصوصا انه هي طرق الفحص هي اخذ مسحه لعنق الرحم تمام. وهذا طبعا ما بيتم الا يمكن بعد زواج البنت بالضبط. اذا صار في اصابه قبل زواج البنت كيف ممكن التعامل نسبة معه؟ الإصابة قبل الزواج بتبقى يعني ضئيلة جدا نعم. جدا لأن زي ما قلت لحضرتك هو طبعا السبب الأساسي فيه هو فيروس الهيومن بابيلوما فيروس اللي بينقل عن طريق الاتصال الجنسي وزي ما قلت برضو من أحد الأسباب هي تعدد العلاقات الجنسية أيضا دي كلها أسباب للإصابة بسرطان عنق الرحم ولكن يعني في حاجة جميلة دلوقتي موجودة برضو الكثير ما يعرفوش عنها تطعيم ضد سرطان عنق الرحم ده شيء جميل جدا طبعا ظهر مؤخرا موجود في بعض الدول الحمد لله موجود عندنا هنا في الإمارات التطعيم دوت ضد اكثر نوعين شراسه يعني لو هيومن بابيلوما فيروس ليه انواع كتير جدا زي ما قلت اكتر من 100 نوع اكثر نوعين شراسه او خطوره او مسبب لسرطان عنق الرحم هو تايب 16 و 18 تمام التطعيم بيغطي النوعين دول ويبتدي الجسم يعمل اجسام مضاده ضد هذا التطعيم بيدي التطعيم دوت للفتيات من عمر 11 سنه لعمر 26 سنه ودي طبعا معلومه كتير من الامهات ما تعرفش عنها حاجه ما تعرفش ان هي لازم تدي التطعيم ده للفتيات لان بيحميهم فيما بعد من لا قدر الله الاصابه بسرطان عنق الرحم بنسبه كبيره جدا ولكن لا يمنع ايضا من الفحص الروتيني فيما بعد الزواج باذن الله عايزه اقول برضو التطعيم موجود منه في بعض الدول ولكن لسه ما وصلش عندنا نوعين اخرين ممكن يعطى للذكور ايضا من عمر 11 سنه الذكر بيصير معه لا حتى ما ينقل يصاب علشان ما يصابش بهذا الفيروس نعم. اللي علشان نحميه فيما بعد يعني في حياته المستقبليه باذن الله دكتوره هبه شكرا كتير لك كثير انبسطنا بمعلوماتك شكرا شرفتينا اكيد الصبايا ونحن كمان استفدنا من هاي المعلومات سرطان عنق الرحم نحن هنطلع بريك ونرجع بنكمل شكرا